السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجة حلوة وسهلة وسريعة ومقاديرها بسيطة جدا وبتروي العطش، حلوة قوي في الجو اللي احنا فيه ده. ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف اول حاجة معانا ايه. معانا ليمونتين زي ما انت شايفه كده، انا جبتهم ورحت جايب قشره القشر الاخضر اللي عليهم من بره. في ناس بتعملهم بالقشر الاخضر تمام وبتقول فيه فايده، بس انا بحس ان هو بيمرر العصير القشر الاخضر، فانا حبيت اللي انا اقشره وقلت احسن برضو واضمن. وبعد كده جاي حاطينها على طول كده ايه في الشفشه بتاع الخلاط. بس طبعا قبل ما تحطيه في الشفشه تروح جايه مطلعه البذر اللي فيها كده، زي ما انت شايفه ان البذر ده كمان بيمرر برضو العصير، فتروحي جايه شايلاه وبعد كده تحطيه في شفشق الخلاط زي ما انت شايفه كده معانا شفشق الخلاط. وبعد كده بقى نشوف المكونات التانيه اللي هنحطها مع الليمون. تمام، معانا اول حاجه في المكونات معانا ايه؟ معانا النعناع. النعناع احط منه شويه حلوين كده، يعني مش كتير قوي ولا قليل، حبه كده وسط، ولازم يكون نعناع اخضر، ما ينفعش نعناع ناشف. وبعد كده راح جايه حط عليه السكر، بس السكر حسب الرغبه زي ما انت عايزه، تقليلي تكتري براحتك خالص. وبعد كده راح جايه حاطه عليها كمان معلقتين زبادي جهينه الافضل او رايب، هحط معلقتين اتنين بس، ما تكتريش اكتر من كده. وبعد كده هجيب بقى ميه مثلجه وراح جايه حطها برضو عليهم تمام، ونشغل بقى الخلاط يتطحن معانا كويس جدا كده، يتضرب كويس جدا كده. وبعد كده طبعا راح جايه مصفيها في الشفشه وابدا بقى اصب في الكوبايات زي ما انت شايفه، حلو جدا جدا في الصيام اللي احنا فيه ده في الحر الشديد دوت. الحمد لله يعني ربنا يا رب يكمل كام يوم على خير بتوع الصيام دول من الحر اللي احنا فيه ده، وربنا يتقبلهم مننا يا رب. شايفه بسم الله ما شاء الله، فعلا طعمه تحفه وجميل جدا ومقاديره سهله خالص وبسيطه. انا حبيت برضه اعرضها لكم كلها على بعضيها كده عشان برضه يبقى عندك خلفيه عنها. زي ما قلت لك زبادي جهينه، ويفضل طبعا يكون الزبادي رايب، ومعانا السكر والليمون. الحاجات دي كده بسيطة وسهلة وكلها موجودة في البيت، يعني متشتريش حاجة مخصوصة من بره. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم النهاردة، سهل وسريع وما تنسينيش باللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.